أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الحكاية والعبارة عند الأشاعرة؟ يقولون العبارة أخف من الحكاية، لأن الحكاية معناه لا بد يتطابق، يتطابق المحكي مع الحكاية، وأما العبارة ما يلزم التطابق، فهم من باب الورع بزعمهم، من باب الورع قالوا إنه عبارة ولا نقدر نقول إنه حكاية، لأن الحكاية لا بد يتطابق المحكي مع الحكاية، هذا من باب الورع عندهم. نعم، هو كله باطل، لا هذا ولا هذا. نعم.